مقادير الحشوة بتاعتنا: صدور فراخ متقطعة ومغسولة كويس جدا، جميع أنواع التوابل اللي في الحياة، فلفل، جنزبيل، هيل، توم باودر، كمون، فلفل أسود، كزبرة، سماق، كل التوابل اللي عندك، كل التوابل زي ما انت عايزة، خليط من التوابل، وطبعا ملح، زبادي، شيلي صوص اللي هي الشطة اللي بتبقى في أزايز دي، ومستردة وليمون. مستردة، ليمون، شطة، زبادي، جميع أنواع التوابل، وصدور فراخ مغسولة كويس جدا ومتقطعة. هنحط كل التوابل دي، وطبعا ملح، هنحط كل التوابل دي مع الفراخ في البولة ديت، مع معلقة زبادي، مع معلقة مستردة، مع معلقة شطة زي ما انت عايزة، مع عصير ليمون، وهقلبهم مع بعض، وهسيبهم على الأقل ساعتين في التلاجة. هوريهولكم بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بحشوات مختلفة. المقادير بتاعت العجينة هنعملها في الأول: 2 دقيق، 1/4 كوباية مية، دي الكوباية اللي أنا عايرت بيها الدقيق برضو، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة ملح. أول حاجة هنعملها هنحط السكر والملح على الدقيق ونقلبهم كويس، وبعدين نبدأ نحط المية شوية بشوية ونعجن لغاية ما تبقى عجينة طرية. هوريها لكم بعد ما عجنها. آتي العجينة خدت 3 كوبايات دقيق تقريبا، وكوبايتين إلا ربع مية، بتخليكي تعجني فيها لغاية ما تبقى عجينة طرية كده. هدهن على وشها شوية زيت صغيرين خالص، وهسيبها تستريح نص ساعة. اهي ادي شكلها بعد العجن 10 دقايق كاملين، ودهنت على وشها زيت، وهسيبها تستريح نص ساعة. اهي شايفين ناعمة ازاي وشكلها ناجحة جدا. في الوقت دوت بقى هنحضر مع بعض الحشو بتاع الفطاير. هنعمل دلوقتي حشوة الفراخ اللي هنحشي بيها الفطاير. ادي الفراخ اللي تبلناها الصبح مع بعض بعد مرور اكتر من ساعتين. فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، ولو مش عندك عادي اخضر بس، جزر مبشور، زيتون، وطبعا جبنه موتزاريلا، دي هنبقى نحطها مع الفطاير. هنعمل دلوقتي الفراخ. عندي طاسه تيفال هسخنها كويس جدا، وبعدين هحط فيها شويه زيت، واحط فيها بسرعه على نار عاليه الفراخ. هوريكم حالا. حطيت شويه زيت، لما يسخن بقى شويه هحط الفراخ مره واحده، الفراخ اللي متبلينها بقى بالزبادي وملح وفلفل وليمون وشويه خل وشويه سماق زي ما انت عايزه. احط الفراخ على نار عاليه، على نار عاليه طبعا، اخلي الفراخ تستوي. الريحه خياليه ملهاش حل الصراحه. اقلب على نار عالية جدا، بدأت تستوي زي ما احنا شايفين. لما تشرب المية بتاعتها بقى هحط الإضافات اللي هي الفلفل والجزر. خليها شوية وريها لكم لما تنشف. لما نشف منها المية نحط الجزر. شوية من الفلفل الألوان، أخضر، أحمر، أصفر، شوية زيتون، وأخلي الباقي نيب أحطه مع العجينة وإحنا بنعمل عشان تاخد بس كل الطعم، وأقلب كويس جدا. ريحة جميلة جدا جدا. على نار عالية بس تدبل الخضار اللي انا حطيته، وخلاص اطفي عليها، تبقى كده الحشوة جاهزة.
حشوة الفراخ كده جاهزة، طعمها خيالي وريحتها تحفة. افضيها في طبق واوريها لكم. ادي حشوة الفراخ بتاعتنا جاهزة، نسيبها بقى لغاية ما تبرد. وادي العجينة بتاعتي، عدى عليها نص ساعة، هقطعها كور دلوقتي على صينية مدهونة بزيت وهوريها لكم حالا. شكلها ناجح جدا، هوريها لكم بعد التقطيع. اهو قطعنا العجينة كور متساوية، انتي على راحتك بقى، عايزة تقطعيها كبيرة صغيرة زي ما تحبي. وهنسيبها تستريح 10 دقايق على نار هادية. دلوقتي هسيح سمنة وزبدة وزيت علشان ادهن بيهم الفطاير على نار هادية جدا. وادي الحشوة بتاعتي اهي، وادي الفطاير اللي انا عملتها كور وسايباها تستريح. على نار هادية نسيح السمنة والزيت. هاخد كورة كورة وهبدأ ان انا افردها على صينية مدهونة لغاية ما تبقى رقيقة جدا، يعني لدرجة ان الصينية من تحت تبقى باينة. طبعا لو عندك رخامة، انا هنا عشان الامكانيات محدودة فبعمل بالامكانيات المتاحة عندي، يعني اهي لغاية ما تبقى رقيقة جدا. وبعدين بالفرشة من السمنة اللي انا سيحتها ابدأ ان انا ادهن الفطيرة كلها كويس جدا. شايفين رقيقة ازاي؟ طلع ناجحة جدا بصراحة، وما بتسيبيها تستريح بتتفرد معاكي بسهولة جدا. اهو دهنت. وبعدين هجيب سكينة وهبدأ ان انا اعمل فتحات متساوية في العجينة، مش كلها يعني، حتة من هنا وحتة من هنا على مسافات متساوية. اهو كده، بعدين كده من الناحية التانية، من على مسافات متساوية من الناحيتين قصاد بعض. قصاد بعض فتحات متساوية اهي، وهنا نفس الكلام. اهو عملت فتحات متساوية، عملتها مستطيل على شكل مستطيل، وبعدين عملت فتحات متساوية من الجنبين زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى احط الحشو في النص اهو، الفراخ والفلفل الزيتون الجزر الجبنة الموتزاريلا اهو. في النص بالظبط. وبعدين ابدا ان انا الم اهو، اغطي وافرد. وبعدين كل ناحيه اهي افردها على الناحيه الثانيه اهو اهو، وبالفرشه ادهن. وبعدين اروح مطبقاها كده زي الظرف اهي، عادي لو حته مقطوعه مفيش فيها مشكله. اروح جايبه النص التاني
اهو واغطي زي الظرف اهو، الجزء التاني واغطي، شايفين الشكل اهي، وادهن بالسمنة اهو، بعدين اتنيها تاني اهي زي الظرف بالظبط اهو، وافرد الناحيتين، شايفين رقيقة ازاي؟ رقيقة يعني ناجحة خلاص، وادهن سمنة بالفرشة من الناحيتين اهو، واطبق اهو، شايفين؟ واضحة اعتقد اهي، هركبه كمان على الجنب اهي، اخر حاجة اهي افرد واغطي اخر واحدة اهي، والزيادة اجيبها من تحت اهي اهي، تبقى بالشكل ده شايفين اهي، وادهن وشها سمنة واركنها على جنب يعني، واحدة تانية ندهن الصينية وابدأ ان انا افرد العجينة على الاخر، سهلة جدا وبتتفرد بمنتهى السهولة لانها مرتاحة اهي، عاملها شكل مستطيل ممكن احط عليها شوية سمنة عشان تتفرد معايا بسهولة، افرد على الاخر لغاية ما الاقي الصينية من تحت بانت، ولو انت بتعملي على رخامة تلاقي الرخامة عندك بقت باينة كده، يبقى الفرد بتاعها كويس وكده هيبقى تتفرد بسهولة، يبقى العجينة بتاعتك ناجحة ومستريحة وجميلة اهي. معلش بقى على الازعاج لان هنا اصلا الامكانيات محدودة جدا وانا بعمل على البوتاجاز اهي، فردتها على الاخر وبقت طريقة بقت رقيقة جدا اهي، اعمل ايه؟ اعمل الفتحات بالسكينة زي ما اتفقنا، السكينة اختفت في ظروف غامضة، لا اعمل في كل جنب فتحات بالسكينة قصاد بعض على مسافات متساوية اهي، على حسب بقى طبعا ايه طول العجينة اللي عندك تعملي الفتحات، واعملهم قصاد بعض على مسافات متساوية من الناحيتين، افرد لو في حتة تخينة افردها بالشكل ده، يا رب بقى ايه يكون الفكرة واضحة قدامك، وابدأ احط الحشو في النص فراخ فلفل اي حشو انت عندك، ممكن لحمة مفرومة ممكن ميكس جبن ممكن نوتيلا لو انت عايزاها مسكرة عادي كله شغال، والجبنة الموتزاريلا اهو،
ادي الحشوه اهوت، فراخ وجبن وفلفل والجبنه الموتزاريلا اهو. ابدا بقى الم كده، بعدين اخد كل جنب اهو اهو، ادهن السمنه بتاعتي والم اللي بيقع ده اهو، وادهن الجوانب. وبعدين اهو ده كده ادهنه سمنه برضو اهو. بعدين الم الجنبين الاولاني اهو ادهن، تاني اهو. فكرة اظن واضحة، كأنها ظرف اهو. وبعدين اطبق كده اهي، وبعدين احط الاتنين التانيين. ادهن الاول سمنة عشان تبقى مورقة على الجوانب وعلى اللي في النص اهو. بعدين اهو، واقلب على الاخير واخد الجزء اهو، اخد الجزء الاخير المه مع بعض وخلاص اهي اهي. ادي الشكل النهائي اهو، واركنها على جنب. اعتقد بقى كده الفكره واضحه. ادي تالت واحده، ادهن الصينيه وافرد واخليها على الاخير، اكمل بقى كله واوريهولكوا بعد لما اخلص. ادي شكل الفطاير، ادي شكل الفطاير بعد ما اتعملت واتحشت كلها. هنبدا بقى ان احنا نسويها على الطاسه. هحط طاسه على النار على نار متوسطة، وابدأ ان انا احط واحدة واحدة بالترتيب بقى من الاول للاخر، وهوريها لكم وانا بعملها حالا. في طاسة ما بتلزقش على نار متوسطة ابدأ احط الفطاير وافردها، يعني هي بيبقى حجمها صغير، افردها في الطاسة لغاية ما تتفرد، وعلى نار متوسطة وكل شوية اقلبها، كل دقيقتين بقى اقلبها لغاية ما تستوي. هسويهم كلهم واوريهم لكم بقى في التقديم ان شاء الله. ادي الشكل النهائي بعد ما استوى، ناجح جدا. انصحكم بالتجربة، تجربة ناجحة جدا جدا جدا، بالهنا والشفاء اللي يجرب، وحلوة قوي، جربوه على ضمانتي. اشوفكم فيديو تاني قريب جدا باذن الله. باي باي. شوفوا هو بيتقطع، شوفوا طري ازاي، ناجح جدا جدا جدا. يعني تقطعوه كده تحفة. بصوا طري ومورق ازاي، تحفة 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 تحفة، ومستوي من جوه وجميل. انصحكم بالتجربة يا شباب، حلوة حلوة حلوة.